طيب نروح مع حضراتكم إلى خبر آخر وهو عن أضرار الملح. كلنا بنحب الملح، بيدي طعم حلو للطعام الملح، وليس فقط الملح، الملح والبهارات التانية المختلفة، ولكن كترها زي أي حاجة مضر جدا جدا. في دراسة حديثة نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة أكدت أن استهلاك الكثير من الملح ممكن يكون ليه أثار مضرة على الصحة. بيعتقد الخبراء أن الصوديوم وهو العنصر الأساسي في الملح هو من المكونات الخفية اللي من الصعب قياسها، وبالتالي ما بيكونش فيه تقدير صحيح أو مناسب حتى للكمية اللي نقدر نضيفها للأكلات عشان نحافظ عليها أن هي تكون كمية صحية. رغم أهمية الملح للجسم، لكن جسم الإنسان بيحتاج لكمية صغيرة منه يومياً. طيب إيه هي الكمية دي وإزاي نقدر نحدد الكمية المناسبة؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها مع دكتور نسمة ياسر، استشاري التغذية العلاجية اللي بشرفانا على التليفون. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور نسمة. أهلا بيك، صباح الخير. صباح النور، إزاي حضرتك؟ الحمد لله، مشرفانا كالعادة ومنورانا في هذا الصباح، وعايزين نستفيد من حضرتك فيما يخص الملح. الكثير من المسميات أو من الناس بتسميه السم الأبيض هو، وعدد آخر من الحاجات اللي هي برضو لونها أبيض زي السكر وزي الدقيق الأبيض، فهل حضرتك تتفقي ولا تختلفي مع هذه التسمية، وإزاي ما يتحولش لسم؟ أتفق جدا طبعا، لأن إحنا احتياجنا من الصوديوم زي ما حضرتك كنت بتقول في الخبر، احتياجنا قليل جدا، يكاد يكون معلقة صغيرة بس في الملح في اليوم كله. والصوديوم متخبي في حاجات كتير، يعني هو مش كملح الطعام بس، هو في أي حاجة فيها مواد حافظة، مثلا هتلاقي فيها نسبة عالية جدا من الصوديوم، اللحوم المصنعة هتلاقي فيها نسبة عالية جدا من الصوديوم. فهو احنا كده كده في كل الاحوال احنا بناخد نسبه اكتر من اللي جسمنا محتاجها، طبعا ده ليه اضرار كتير. ده من غير حتى ما نحط الملح على الطعام، يعني حضرتك بتقولي لو حاجات كثيره اصلا بتكون جايه فيها نسبه الصوديوم عاليه. بالظبط كده، فهو احنا لو قلنا ان احتياج الجسم مثلا يعني جرام ونص من الصوديوم اللي هم موجودين في معلقه ملح واحده، احنا بنتكلم على حد ما خدش اي مواد حافظه خالص، وده بطبيعه الحال يعني ما بيحصلش طبعا، يعني على الاقل الصلصه مثلا يعني. معلقه الملح الواحده برضو للتوضيح دي غير، هل مختلفه عن معلقه الشاي الصغيره؟ لا، هي معلقه، يعني المفاجاه ان هي معلقه الشاي الصغيره اللي هي المعلقه ال 5 جرام دي بالظبط كده. تمام. طيب ايه الاضرار اللي ممكن بتحصل لنا لما بناخد نسبه اكبر من اللي جسمنا محتاجه، وخصوصا على مدار فتره طويله؟ الاضرار طبعا اشهرهم ارتفاع الضغط طبعا، يعني الاملاح او تناول كميه كبيره من الملح بيؤدي لارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط ده ممكن بالتبعيه يؤدي لمشاكل في الكلى. طبعا برضو من الحاجات المشهوره جدا احتباس الميه او احتباس سوائل جوه الجسم. لما بناكل ملح كتير الخاصيه الاسموزيه اللي كنا بندرسها زمان، ان الميه بتقعد في الخلايا بدل ما تمشي في مساراتها الطبيعيه، فالجسم بيبقى مورم شويه، طبعا بيحس بزياده في الوزن، واللي هو الامبالانس او عدم التوازن ده بيبتدي ياثر على النشاط بتاع الجسم، وزي ما قلنا طبعا غير الضغط وغير مشاكل الكلى طبعا يعني. تمام. دكتور نسمة، في البعض، انا عارف ان هو يعني سؤال ممكن يبقى ساذج بشكل كبير، لكن للاسف في بعض الناس بتفكر بهذه الدرجه، خلينا نقول من السطحيه شويه العلميه، يقول لك انا لو اكلت حاجه حادقه زياده شويه هحلي بعدها بحاجه مسكره زياده شويه فابقى عملت التوازن ده. حضرتك تقولي ايه على النقطه دي؟ هو معتقد طبعا موجود، يعني دي مش اول مره اسمعه، لا طبعا سمعته، وهو معتقد خاطئ تماما، يعني ملهاش اي علاقه. يعني لو انا عايزه اعادل الملح اللي انا خدته، طب اشرب ميه، لكن اخد سكر يعني بدل ما اجي اظبط الدنيا ابوظها اكتر؟ لا طبعا. تمام. طيب برضو ايه الاطعمه اللي هي مشهوره في الموائد عندنا على السفره بناكلها بشكل شبه يومي او حتى كذا مره في الاسبوع، معروفه بان هي لازم بتكون محتويه على نسبه ملح عاليه؟ عندنا طبعا اللي موجود على السفره المصريه يوميا وهو غلط، المخللات بانواعها موجوده فطار وغدا احيانا كمان. الاسماك المملحه مش موجوده بشكل يومي بس احنا في مصر بنحبها جدا، الرنجه والملوحه والحاجات دي، طبعا دي كميه ملح كبيره جدا. وزي ما قلت اللحوم المصنعه اللي زي مثلا البسطرمه، زي الجبن الحادقه قوي، طبعا دي بتكون برضو احنا في مصر بنحبها جدا وهي في الاكل بتاعنا، اللي ملحها زياده زي الاسطنبولي مثلا والرومي والحاجات دي. زي الرومي والبراميلي والاسطنبولي، يعني حتى في جبنه بتبقى في السوبر ماركت اسمها ملح خفيف، ما تلاقيش عليها نفس الاقبال يعني. تمام.
تمام. طيب يعني الحقيقه ان هي كلها معلومات مهمه جدا، خصوصا ان هي بتبقى عادات بنكتسبها وبتفضل معانا سنوات كثيره، ومشكله هذه الامور ان اضرارها بتبان بعد مده كبيره جدا. بنشكر حضرتك دكتور نسمه ياسر استشاري التغذيه العلاجيه على كل هذه الايضاحات وهذه المعلومات.